الجمهور المصري زي ما الجمهور العربي. ما هو برضو الحاجات دي بتبقى فيها حاجتين، موهبة وتوفيق من ربك. فتلاقي الجمهور العربي اكتر من 300 مليون عربي، احنا بنتكلم، تلاقي الجمهور العربي يحب وليد توفيق. هو كده احنا في مصر بنحب وليد توفيق. اقول لك 500 الف اغنية اتعملوا في اعياد الميلاد، تبقى أغنية وليد توفيق هي الأغنية الرسمية المعتمدة في أي عيد ميلاد موجود في جمهورية مصر العربية. انزل يا جميل على الساحة. الفنان والنجم المتألق دائما وليد توفيق معانا على التليفون. أهلا أهلا أهلا. الخط قطع، هنرجع مرة تانية إلى أن نعود مرة تانية للمتألق دائما وليد توفيق ومشاركته في مهرجان القلعة في دورته المقامة حاليا. طبعا أنت شوف يعني يا سلام، هو مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء دورته رقم 31، وليد توفيق واقف متألق كما جرت العادة، وهو في نفس الوقت كمان بكامل لياقته زي ما بيتقال، بكل حيويته طول الوقت، حالة من البهجة دائما ما يبثها وليد توفيق وهو بيغني وهو بيتكلم وهو في لقاءاته التلفزيونية. دايما تلاقي وليد توفيق كده حالة رائعة، وهو من الناس اللي أنا أحبها قوي بالمناسبة، قوي يعني من وانا صغير، مش عايز اكبره بس من وانا صغير احب وليد توفيق جدا 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 جدا. طيب اظن احنا هنعود الاتصال مره تانية بنجمنا المتالق دائما وليد توفيق يعود الينا اكيد. انا بس اصلي طولت في الكلام على مو صلاح لانه الحديث اصله غني، بخلي بالكم كتير تفتح الجرايد مش عارف. يعني كنت اقول لك لسه عمال اقرا المقاله بتاع الدكتور خالد قنديل، فعجبني الحقيقه منظوره في المقال. يعني المتالق دائما الفنان والنجم الكبير وليد توفيق، اهلا وسهلا. مساء الخير يوسف حبيبي. مساء الفل لكل اللي بيشاهدونا. يعني ازاي حضرتك؟ انا كنت اقول اصل يعني العرب كلهم، المنطقة العربية بالكامل، أي مستمع للموسيقى العربي لازم يحب وليد توفيق، بس هو ليه في قلوبنا معزة زي المعزة اللي موجودة في قلوب لبنان كده، فاحنا ما فيش عيد ميلاد يعدي من غير أغنية وليد توفيق، فاستحالة يبقى في عندنا عيد ميلاد من غير وليد توفيق، ده استحالة يعني. فطبعا يعني ده مما لا شك فيه. الحمد لله والشكر لله. كلمني على مشاركتك السنة دي في القلعة. والله مشاركة جميلة وأنا سعيد جدا. أولا بعد غياب عن مصر، أنت عارف اللي حصل الكورونا بعدتنا سنين، كان حفل جميل والقلعة مكان أثار، الواحد يعني يشوف الحاجات يشوف قد إيه ليها موقع في قلوبنا إحنا كمصريين وعرب. كنت سعيد جدا بلقائي بجمهوري بعد الغيبة الطويلة، وكان جمهور عظيم وناس طيبين. كنت سعيد جدا صدقني يا يوسف. صدقني انا 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 متاكد انك انت يعني قد كده بتحب الجمهور المصري، بس انا كان بالنسبه لي لافت جدا انه الجمهور اللي واقف قدامك كل الاعمار، يعني في عيال قد عيالي وعارفين وليد توفيق وقاعدين مبسوطين ومستمعين وفرحانين. فوالله قعدت افكر قلت الله، هو العيال دي كمان بتسمع وليد توفيق؟ الراجل ده فيه شيء لله. الحمد لله رب العالمين، رضا الله ورضا الوالدين، والاغاني لابسه قلوب الناس دي عمرها ما تتنسى يعني، الحمد لله رب العالمين. هو بالمناسبه هو الجمهور المصري بيختلف عن جماهير اخرى؟ بيختلف. لما يحب من قلبه، لما يحب يسكن اللي بيحبه في قلبه مش في عيونه، لانه في نجوم بتكون في عيونك بتروح لما بتغيب او بيجيب نجم تاني، لكن لا، لما يحبك البيت المصري انسى خلاص، انت واحد منهم. انا بحس ساعات انا واحد من البيت، من العيله يعني. لا ده مما لا شك فيه، بقول لك موجود في كل اعياد ميلاد بقالنا شوف كام سنه دلوقتي، حتى في اعياد ميلاد ولادنا لازم وليد توفيق يبقى موجود بالغنوه بتاعته، يعني ما فيهاش هزار دي، والا العيد ميلاد مش هيبقى له طعم يعني بصراحه. طب ايه الجديد بقى اللي جاي خلال الفتره اللي جايه؟ دايما احنا قدمنا في القلعه حاجات حلوه، كان عاملين اصحاب السعاده انا ومحمد يحيى اغنيه جميله، كان صورناها بالغردقه وواخدة شخصية حلوة مع الناس الحمد لله، وعملنا أغنية اسمها يا عسل السنة دي كمان لمست مع الناس، ودلوقتي بحضر طبعا أغنية اسمها يا مارسة بيسألوني باللهجة المصرية كمان، أغنية طربية شوية وفيها كده عمق من ريحة الزمن القديم يعني. الله الله الله، الحمد لله ربنا زحل كورونا، ده معناه أن وليد توفيق لن يغيب عن جمهور المصري، رايحين جايين بيروت القاهرة، القاهرة بيروت.
ابدا توأم لن ينفصلان باذن الله للابد. ابدا ابدا، ربنا يخلي لنا دايما بيروت ويقومها من اي كبوه. لبنان بلد عظيم ويستاهل مننا كل محبه. مصر بخير، كلنا بخير ان شاء الله يا حبيبي يوسف. اشكرك كل الشكر ليك فناننا ونجمنا العربي الكبير الفنان وليد توفيق، الف 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 شكر.